أهم حاجة. أولاً أرحب بكم جميعاً في هذا اليوم، هذا اليوم المجيد في تاريخ الشعب المصري. اليوم تمت انتفاضة شعبية مصرية حقيقية نفخر بها جميعاً، لم تقم فقط في القاهرة وإنما امتدت إلى أنحاء كثيرة من الجمهورية كما تعلمون جميعاً، في الأسكندرية وفي المحلة وفي العديد من المواقع الأخرى. المدى الذي اتخذته في القاهرة يفوق كل ما حدث في مصر طوال 50 عاما الماضية. هذا يا ربيع للديمقراطية في مصر، هذه انتفاضة قطعا سوف تكون نقطة تحول مهمة في تاريخ الشعب المصري. لأول مرة يخرج ملايين المصريين إلى الشوارع يعبرون عن رأيهم، يرفضون النظام القائم، يرفضون الاستبداد، يرفضون التمديد، يرفضون التوريث، يرفضون الظلم الاجتماعي، ويعبرون عن هذا بكل قوة وبكل وضوح. لأول مرة الجميع يشاركون، كل القوى السياسية المصرية بلا استثناء، كل الأحزاب السياسية المصرية، كل الطبقات الاجتماعية، الشباب، الشيوخ، الجميع شاركوا اليوم في هذه الانتفاضة المجيدة، انتفاضة الشعب المصري، انتفاضة الحرية. هذا اليوم هو نقطة تحول تاريخية بالنسبة لمصر، والأهم من ذلك أننا نعلم يقينا أنها فقط البداية ولن تكون النهاية. هناك تصميم من أولئك الذين يتحصنون الآن في الميادين المصرية وعلى رأس ميدان التحرير في القاهرة أن يظلوا وأن يبيتوا وأن يكونوا في مواقعهم وأن يثبتوا وأن يستمروا في مطالبهم، المطالب الواضحة التي أجمعوا عليها. يسعدني هنا أن أقدم أستاذنا الكبير الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير لكي يطرح عليكم المطالب التي انتهت إليها القوى المكونة لهذه الانتفاضة المجيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ الوطن يرى العالم تصميم الشعب المصري المناضل على استعادة حقوقه وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ضمانا لحقوق كل فئات الشعب وحقها في حياة حرة كريمة. هذه المطالب نعتبرها ترجمة دقيقة لما يعتمد في صدور المصريين من آمال دفعتهم إليها ما نالهم طوال عقود عديدة من آلام ومعاناة. هذا الشعب المصري يعلن اليوم بأعلى صوت وبلا تردد ولا وجل ما يلي: أولاً، أن يعلن الرئيس مبارك عدم ترشحه لفترة أخرى وامتناع ابنه عن الترشح أيضا. ثانيا، حل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وكذلك المجالس المحلية المزورة. ثالثا، إلغاء حالة الطوارئ. رابعا، تشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية. خامسا، الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الذين اعتقلوا في الانتفاضة الراهنة المنتصرة بإذن الله. هذا ما نطلبه وسوف نستمر في المطالبة وبذل لكل غال ورخيص وفاء بهذه المطالب التي نصر عليها. شكرا. الانتفاضة مستمرة، وان هي مستمرة لحين تحقيق المطالب. الانتفاضة مستمرة لحين تحقيق المطالب التي اعلنها الدكتور عبد الجليل، اللي هي مطالب كل القوى الوطنية.